أجل يوضحك. الأمر أصعب مما تتصور، فليست المشكلة هل يوافق المسلمون على أن أعهد إلى رجل يتفقون عليه من بعدي، المشكلة من هو هذا الرجل. قد قلت لك يا أمير المؤمنين إن الأمير. يا ابن قيس، يا ابن قيس، قد سمعت رأيي باقتراحك. ولما تستبعده يا أمير المؤمنين؟ هل ترى الأمير يزيد الذي أنشأته على عينك وتربى في أحضان الخلافة غير جدير بذلك؟ ليست المشكلة هنا أيها الضحاك. يزيد بن معاوية كفء لهذا الأمر لولا أنه. لولا ماذا؟ تقصد لولا أنه ولدك؟ ليس ذلك فحسب، ولكن في الدولة من هو أجدر منه بذلك. أنا معك يا أمير المؤمنين، في الدولة رجال أجدر بذلك من الأمير يزيد بن معاوية، ولكن السؤال الأهم، هل تجتمع كلمة المسلمين عليهم؟ فإن لم تجتمع كلمة المسلمين عليهم فما معنى أن تعهد بالخلافة إلى أحدهم؟ إن كنت ستفعل ذلك خوفا من الفتنة فالأجدر أن تختار من تجتمع الكلمة عليه، وأنت تعرف أن أهل الشام جميعا يرون في الأمير يزيد نباهة ترشحه لهكذا منصب. قد يكون ما تقوله صحيحا أيها الضحاك، أهل الشام فعلا يرون في يزيد كفاءة لأنهم خبروه، ولكن ماذا عن بقية الأمصار؟ أرسل إلى ولاة الأمصار وانظر رأيهم، ثم اجمع نقباء القبائل وشاورهم في الأمر، فإن رأيتهم وافقوك الرأي فبها ونعمت، وإلا فانظر لها شخصا آخر، وإن كنت أشك أن تجتمع كلمتهم على رجل. كيف أيها الضحاك؟ هناك الكثير ممن هم جديرون بأن يكونوا محل إجماع. أين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؟ وأين عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ أين الحسين بن علي بن أبي طالب؟ وأين ابن عباس بن عبد المطلب؟ وغيرهم كثير. أما ابن أبي بكر الصديق فرجل لا أزكيه على الله من خيرة المسلمين، ولكن السياسة فن آخر، وهو إن تفوق على يزيد بمكانته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أظنه في أمور السياسة كذلك. ثم يا أمير المؤمنين، ما يفيد المسلمين رجل صالح في الدين غير محنك في أمور الحكم؟ فصلاحه في النهاية لنفسه أم قلة خبرته فستضر المسلمين. فابن عمر؟ ابن عمر رضي الله عنه رجل وقذه الورع، وهو يتهرب من المناصب ولا يريدها. والحسين بن علي، إنه حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم وله باع في أمور الحكم، وهو من هو؟ يا أمير المؤمنين، الحسين بن علي أنعم به من رجل، ولكن أهو خير من أبيه علي بن أبي طالب رحمه الله؟ ومن مثل أبي الحسن رحمه الله؟ إنه فتى قريش. ألم يكفنا ما فعله الخوارج والمنافقون بعلي بن أبي طالب فقتل غدرا؟ أفتظن الحسين سيفلت من أيدي الخوارج والمنافقين وقد نصبوا العداوة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. قد يكون ما تقوله صحيحا، ولكن الأمر خطير، خطير جدا يا ابن قيس. ثم إن يزيد ولدي. أنت أدرى يا أمير المؤمنين، ولكن إن كنت تطلب رضا الناس على رجل لا يختلفون عليه فهذا محال، فلكل رجل عقله. ولكن كما قلت، شاور ولاة الأمصار ونقباء القبائل وانظر علامة تتفق كلمة أكثرهم فأمضها.
ترددت كثيرا قبل أن أفاتحكم بالأمر، ولكنكم سادة أهل الشام وشيوخها، ولي عندكم حق المشورة والنصح، ولهذا طلبت الاجتماع معكم لسماع رأيكم. أفكر في تولية يزيد ابني أميرا للمؤمنين من بعدي، فما رأيكم؟ خير خلف لخير سلف. يا أمير المؤمنين، أرى أنكم تستعجلون الأمر، فنحن لا نفكر بالخلافة من بعدك وأنت حي فينا. إنما يحرص أمير المؤمنين على تولية خليفة الله كي لا تحدث فتنة من بعده كالتي فرقت المسلمين فيما مضى من أيامنا، وقد طلبكم الآن ليسمع آراءكم فيما نوى. إن شئت الحق يا أمير المؤمنين. قل لي يا أبا يوسف، فأنا هنا في هذا المجلس مثلكم، وأود أن أسمع آراءكم صريحة. يا أمير المؤمنين، ما الأمير يزيد بالرجل الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين؟ فلا توصي له، ودع أمر الخلافة شورى بين المسلمين. ذلك رأيك لوحدك، فكل أهل الشام يحبون الأمير يزيد ولا يرون من هو أفضل منه ليتولاها عليهم. أمير المؤمنين طلب منا رأينا بكل صراحة وأديناه له، ولم نخطئ بحق الأمير يزيد. صدقت يا أبا يوسف، صدقت. والله لم ينتصر الإسلام إلا بعزيمة وجرأة رجال مثلك. على أي حال قد استمعت إليكم، ولا أريد رأيكم نهائيا الآن. فكروا فيما عرضته عليكم، وعسى أن يسدد الله خطانا لما فيه خير هذه الأمة. لا أدري أي شيطان أوحى لهم بتلك الفكرة. هذه النار التي تنطلق كالجحيم محرقة لعشرات دفعة واحدة. كنا أرهقناهم في الحصار لولا هذا السلاح الجديد الذي بدأوا باستخدامه. ألا تستطيعون أن تصنعوا مثله؟ نحن لم نعرف سره بعد، رغم أنني سمعت أن الذي ابتكره واحد من أهل الشام. إذن أطلبوا من الذي ابتكره أن يصنع لكم مثله. إنه في القسطنطينية عند ملك الروم، ولا أظنه سيفرط فيه. يزيد، ماذا تراك فاعلا أن وليت أمر المسلمين؟ ماذا تقصد؟ أعني لو صرت خليفتهم. أمد الله في عمرك يا أمير المؤمنين وأمتعنا بك. الموت حق يا ولدي، دعك من هذا. أخبرني ماذا كنت فاعلا لو صرت فعلا خليفتهم. والله يا أبتي، كنت عاملا معهم عمل عمر بن الخطاب رحمه الله، متتبعا سيرته في العدل والحسم. سبحان الله. والله يا بني، لقد جهدت أن أسير فيهم سيرة عثمان بن عفان فما أطقتها، فهل ستطيق أنت سيرة الفاروق عمر؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أجتهد قدر استطاعتي والله الموفق. أهلا بشيوخ العرب، أهلا بالأحنف بن قيس، أهلا بحسان بن بحدة الكلبي سيد الشام، أهلا بسيد الكوفة، أهلا بابن مسعدة سيد فزارة، أهلا بكم. لا أدري ما الذي يخيفك يا أخي مخنف. كأنك لست معنا يا قارض، لا تعرف ما الذي يجري حولنا. ما يجري يا أخي؟ ربما يكون أمرا خطيرا. أنت تبالغ في تقديرك للأمور يا مخنف. ما يجري أمر عادي ويحدث، ماذا يعني أن يخرج الأحنف وزعماء الكوفة والبصرة إلى الشام؟ مخنف يا قارض معه الحق كله فيما قال، فأنا أعرف أهل الكوفة أكثر منه، لا يخرجون من مدينتهم إلا مضطرين. هؤلاء تربطهم بمدينتهم صلة غريبة. هذا كلام يسمع يا قارض. إذن أنت توافقني الرأي يا سرداح أن ثمه ما يدبر في الخفاء ونحن لا ندري عنه شيئا. ما أنا من يخالفك الرأي. نعم، لم يخرج أهل البصرة والكوفة للقاء معاوية إلا لأمر جلل.
إذا نخرج يا سداح وتقص لي الحقائق وعد إلي بسرعة، فأنا أنتظر عودتك بفارغ الصبر. وأنا هل أذهب معه؟ أنت تبقى هنا، لا تتأخر علينا يا سداح. لن أعود إلا بما يرضيك. لا تغضب مني يا قارد، فأنت لا تعرف مداخل الكوفة ومخارجها مثل سداح. لا بأس، أنا لا أغضب منك، فأنت أخي في الدين. أدام الله عزك يا أمير المؤمنين، قد أرسلت في طلبنا من الكوفة والبصرة، فلعله خير. بارك الله بك أيها الأحدث، وبكم جميعا يا شيوخ الكوفة وفزارة ومطر. نعم أيها الأحنف، فقد جمعتكم اليوم عندي لأستشيركم في أمر يهم المسلمين جميعا، وأنتم لكم في أمصاركم كلمة مسموعة ونصيحة متبوعة، وأرجو أن يكون في اجتماعنا هذا صلاح الإسلام والمسلمين. قل يا أمير المؤمنين. ألن تجلس يا يزيد؟ منذ دخلت علي وأنت تذرع الخطى، ليتني أعرف ما الذي يشغل بالك. وما الذي سيشغل بالي سوى أمر الخلافة؟ فقط لو أعرف ما سيكون رد الوفود التي في مجلس أبي. أنت تعرف يا يزيد أن كلمة أبيك مسموعة بين أهل الشام والأمصار كلها، كلهم يسمعون رأيه السديد ولا يناقشونه بشيء مهما كان الأمر عظيما. حتى وإن لم يوافقوا فهو يستطيع إجبارهم على ما يريد، طالما في ذلك صالح للأمة. ليس من عادة أبيك أن يجبر أحدا على شيء. كما أن أمر الخلافة يهم المسلمين جميعا، ولا بد من مشاورتهم في الأمر. هذا صحيح، صحيح، ولكن اهدأ، فلن يكون إلا ما شاء الله. فقط لو أعرف ما الذي يدور في مجلس أبي. ستعرف يا يزيد. لقد سمعت رأي الجميع ولم أسمع رأيك أيها الأحنف. أأثرت السكوت أم أن هناك ما تريد أن تسر به إلي؟ يا أمير المؤمنين، لقد سمعت من شيوخ العرب جميعا استحسانهم لما رأيت، فإن كان فيه ذرع للفتنة فنعم الرأي، لكن يا أمير المؤمنين أنت تعلم أن الرأي الأهم هو رأي أهل المدينة، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإذا اتفق أهل المدينة على رأي فما أنا إلا رجل من المسلمين لا أخالف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أيها الأحنف، لا عدمنا الحكمة من بعدك. على أي حال سأرسل لأهل المدينة بما استقر عليه أهل الشام ومصر والكوفة والبصرة، وأرجو أن يهدينا الله وإياهم بما فيه خير دنيانا وصلاح آخرتنا. آمين. وقد حدثني أبي علي بن أبي طالب رحمه الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فصلوا على جدنا ونبينا رحمه الله صلى الله عليه وسلم. بركتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة.
قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قد أرسلت إلى والد مدينة مروان بن الحكم ليشاور أهلها ويخبرهم بأن أهل الأمصار جميعا وافقوا على هذا الأمر، فإن قبلوه كان فيه خيرنا جميعا إن شاء الله. أظنهم سيستحسنون هذا الذي رأيته يا أمير المؤمنين، فوالله لم تشفى القلوب بعد مما حدث للمسلمين أيام فتنة المدينة والبصرة والكوفة. هذا صحيح يا ابن قيس. على أي حال نحن اجتهدنا بما رأيناه الأصلح، فإن رأوا خلاف ذلك ناقشناهم بالأمر، فإما أن يقنعوننا بوجهة نظرهم وإما نحن نقنعهم بوجهة نظرنا، والله الموفق. هدانا الله وإياهم لما فيه خير المسلمين باجتماع كلمتهم دائما. السلام عليكم. وعليك السلام يا يزيد. أرسل إلينا ملك الروم يطلب الصلح. متى؟ قبل قليل وصل البريد من القسطنطينية. أنهكته الحرب فأرسل يطلب الصلح. هيهات أن يكون له ذلك. إن أذن لي أمير المؤمنين قلت. ماذا؟ أرى أن لنا مصلحة في الصلح الذي يطلبونه، فالأمراض أنهكت الجند وثمة نقص في عتاد الجيش، فإن قبلنا بالصلح كان لنا فيه مكسب أيضا. ما رأيكم يا قوم؟ الرأي رأيك يا أمير المؤمنين، ولكن فيما يقوله يزيد رأي أيضا. ونعم القول. أجل صدق يا أمير المؤمنين. إن حصارنا للقسطنطينية طال به الأمد، ونحن في أرضهم وهم أقوى خلف أسوارهم، فإذا قبلنا بالصلح كما يقول يزيد كان لنا فرصة أن نعيد تعبئة الجند. ما دمتم ترون ذلك اكتبوا لملك الروم. أما بعد، فإن أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان وقد تقدمت به السن، وخاف أن يتفرق المسلمون بعد وفاته وتنشب الفتنة بينهم من جديد فيقتل الأخ أخاه، شاور أهل الشام وأهل البصرة والكوفة ومصر، وقد اجتمع القوم على ما رآه من تنصيب الأمير يزيد بن معاوية خليفة للمسلمين من بعده، ولم يبق إلا أن يوافق أهل المدينة على ما اجتمع عليه غيره. أيريد أمير المؤمنين أن نخالف سنة رسول الله والخلفاء الراشدين وأن تصبح الخلافة وراثة؟ يا أبا عبد الله، أليست هذه سنة الخلفاء الراشدين أن يشاوروا المسلمين؟ فما أجمعوا عليه؟ أمضوا؟ بل سنة هرقل وكسرى وليست سنة الخلفاء الراشدين. على رسلك يا ابن أبي بكر، كيف تكون هذه سنة هرقل وكسرى وأمير المؤمنين يشاوركم في الأمر؟ اسمع يا أبا عبد الملك، نحن لن نسمح لأحد أن يخالف سنة الخلفاء الراشدين في الخلافة. ألم يرسل إليك كي تشاورنا في الأمر؟ فنحن لسنا موافقين. أجل، لن نوافق، لن نوافق على هذا الأمر. أجل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما فولاني وأدخلني في أمره، ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فولاني، واستخلف عمر فولاني أيضا، واستخلف عثمان وولاني، ولم آلي لأحد منهم ولم يولني إلا وهو راض عني.
إن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمال أهل الجزاء عن المسلمين والغنى، ولم يطلب أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنها. وأنا أعلم علم اليقين أن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنائهم من هو أكرم منك سابقة في الدين. وهل تظن أن أهل المدينة سيوافقون على هذه البيعة؟ يا يزيد، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى من نأخذ برأيهم، فموافقة باقي أهل الأمصار كلها لا توازي عندي موافقة أهل المدينة. إن رأيت القبول عندهم كان ما أرجوه. فإن وافق البعض منهم ورفض البعض الآخر؟ إن وافق أكثرهم يا يزيد أمر الباقين سيسهل حله، هم أهل التقى والدين، والذي سيرفض منهم إن وجد الغالبية موافقة فسيمنعه اجتماعهم عن رد هذا الأمر. أهل المدينة يا ولدي هم خير من يسعى إلى الجماعة، وهم أفقه المسلمين في دين الله. هذا الأمر لا مجال للأخذ والرد فيه، ولا يمكن أن نرضى لأنفسنا الدخول فيما فيه خروج على سنة رسول الله. كيف نبايع يزيدا خليفة للمسلمين ومعاوية بن أبي سفيان خليفة لهم؟ هل يجوز أن يكون للمسلمين خليفتان؟ هذا والله خروج على أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم، غفر الله لأمير المؤمنين، والله لا نشكك في صدق نواياه، ولكننا نشكك في صحة بيعته لابنه. لا عشت إن مددت يدي لبيعة كهذه البيعة. اسمعوا عباد الله، أنا لن أمد يدي إلى بيعة ما لم تكن شورى. هذه وراثة، ولو كنا مأمورين بها لكان أول من أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه قبض ولم يوصي اللهم إلا استخلافه أبا بكر في إمامة الصلاة. هذا رأينا يا حسين، ورأي كثير من أهل المدينة، هذه البيعة لا تجوز. أجل، لا تجوز. إن لم يخب ظني فقد رفض أهل المدينة الموافقة على ما أجمع عليه أهل الأمصار. وما الذي يحملهم على الخروج عن إجماع أهل الأمصار؟ لا يكون إجماعاً حتى ينضم إليهم أهل المدينة. يقول مروان بن الحكم إن أكثر أهل المدينة يرون ما رآه ابن عمر والحسين وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن الزبير، وأنا أرى أن هؤلاء النفر لو وافقوا لوافق أهل المدينة. وهل نترك ما اجتمعت عليه الأمة من أجل هؤلاء النفر؟ إن أمير المؤمنين هذا، فإن مات فإن أمير المؤمنين هذا، فإن رفضوا ليس لهم إلا السيف. ثكلتك أمك، اعرف قدرك. ما أجرأكم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اغفر لي يا أمير المؤمنين. اجلس. إنما سرت في هذا الأمر كي أدفع الفتنة عن المسلمين. أعرف أنكم تحبون أمير المؤمنين، ولكن اتقوا الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنائهم وأهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عماد الدين. فما هو الحل يا أمير المؤمنين؟ أجل يا أمير المؤمنين، ما الحل إذا كان أهل المدينة قد رفضوا بيعة يزيد وأهل باقي الأمصار قد بايعوا له؟ يجب أن أخرج إلى المدينة. إن في السفر مشقة عليك يا أمير المؤمنين. يجب أن أخرج إليهم وأراهم بنفسي وأعرف منهم بالضبط ما هم معترضون عليه، وأرجو من الله عز وجل أن يهدينا وإياهم
إلى مخرج من هذا الأمر. إذا كنا الآن لن نتفق، فكيف الحال غدا عندما يسترد صاحب الأمانة أمانته؟ أطال الله في عمرك يا أمير المؤمنين ومتعنا به. فيما دخل فيه أهل الكوفة، لا، لن نبايع يزيداً وفينا الحسين بن علي. فما الحل يا ابن سرد إن كان قومنا قد بايعوا يزيد بن معاوية؟ شأنهم وما يفعلون، كلكم سمعتم الأخبار، وكلكم عرفتم أن الحسين فداه أمي وأبي، غير راض عن البيعة، فكيف نرضاها نحن يا قيس؟ كيف نرضاها يا قوم؟ كيف نرضاها يا قوم؟ ليت الحسين أطاعنا منذ أن مات الحسن رحمه الله، فخرج إلينا فبايعناه أميرا للمؤمنين بدل معاوية. بكل الأحوال قد عرفتم أن الحسين إلى الآن لم يدخل في بيعة يزيد، فتسقطوا الأخبار، تسقطوا الأخبار لنرى ما عزم عليه، وحينها لكل حادث حديث. تفضلوا يا أخوتي. هل لديك ما نأكل يا مخنف؟ فأنا أكاد أموت من شدة الجوع. أتمنى أن تفكر بالهدف الذي نسعى لتحقيقه بقدر ما تفكر بالأكل والشرب يا خالد. لماذا تقص علي بالكلام يا مخنف؟ فما نحن إلا بشر، والبشر يجوعون ويأكلون، ولا أظن أن ذلك سيهدم ما نخطط له. لا تغضب مني يا خالد، فأنا أمازحك. فلماذا جمعتنا؟ أثمت شيء جديد؟ معاوية يريد الخلافة لابنه، وأبناء الصحابة يعارضون ذلك. خلاف في وجهة النظر، هذا أمر طبيعي. أتسمي هذه البدعة بأمر طبيعي؟ أرى أن نراقب هذا الأمر من كثب حتى نعرف ما سنفعله بعد ذلك. صدقت، أريدك عينا لي يا سرداح لأعرف ما الذي انتهى إليه رأي أهل البصرة والكوفة. اسمع، ابعث إلى أعواننا في كل مكان ليزودونا بالأخبار. لا تقلق، فأنا عينك التي ترى كل شيء. أريدت من رجل مؤمن يا سرداح. حياك الله، تفضل. ما وراءك يا عبد الله؟ أراك ممتقع الوجه. أمير المؤمنين قادم إلى المدينة. ماذا تقول؟ إي والله، على الأغلب سيصلها في الصباح، فهو سائر في هذا الأمر إلى النهاية. ما جاء إلى المدينة إلا ليحملنا على بيعة يزيد. وهل سيرغمنا على ذلك؟ فما تقول إن قال لك أمام أهل المدينة إن أهل الأمصار جميعاً قد اجتمعوا على مبايعة يزيد ولم يبقى سوانا؟ كيف سوانا؟ وأكثر أهل المدينة لم يرضوا بالبيعة ليزيد. يا أبا عبد الله، غداً سيقول معاوية للناس إنه يخشى أن تحدث الفتنة من بعده، وإنه اجتهد لهم في هذا الأمر، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. حينها سيجيبه الناس لما يريد، فلا نجد بدا من مبايعة يزيد. ابن الزبير على حق. فما الحل؟ الحل عندي. قل يا أبا عبد الله، ماذا تنتظر؟ أما بعد،
فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نبايع يزيدا خليفة لنا من بعدك يا أمير المؤمنين. نبايع يزيدا خليفة لنا من بعدك يا أمير المؤمنين. إن أهل المدينة عندما سمعوا وجهة نظرك يا أمير المؤمنين لم يتخلفوا عن بيعتك، وأرجو الآن حين يأتي ابن عمر والحسين وابن الزبير وابن أبي بكر أن يدخلوا فيما دخل فيه إخوتهم. سنرى على ما هم معترضون، وإن شاء الله سنصل إلى ما فيه رضا لله. هؤلاء النفر هم أسياد الناس اليوم وأبناء سادتهم في الأمس، ولا بد من مشاورتهم في الأمر. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، أنت اجتهدت فرأيت في الأمر منعا للفتنة وجمعا لكلمة المسلمين، وهم اجتهدوا ورأوا فيه خروجا عن سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم أجدهم يا أمير المؤمنين. ماذا قلت؟ أين ذهبوا؟ فعلنا خيرا بخروجنا إلى مكة. أظن والله أعلم أنه سيلحق بنا إلى مكة أيضا، فهو لم يأتي من الشام إلا من أجل أخذ بيعتنا. أرجو أن يكون قد فهم الرسالة بخروجنا من المدينة، فإن لحق بنا إلى مكة فسنصرح بها له. فماذا لو بايعه أهل المدينة وحاججنا بأننا الوحيدون الذين لم ندخل في الجماعة؟ فليبايعه الناس جميعا، فلن أدخل في هكذا بيعة حتى ولو اجتمع الناس جميعا عليها. التفرق على الحق خير من الاجتماع على الباطل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أخي؟ لعلك بخير. ما الأخبار؟ لا جديد. معاوية في المدينة وأهل الكوفة يتناقلون خبر امتناع الحسين وابن الزبير وابن أبي بكر وابن عمر بفرح. هذا شيء نعرفه. المهم الآن، هل عرفت ما الذي يحدث في بيت سليمان بن سرد؟ لم أعرف بعد، لكن الذين يختلفون إليه من أنصار الحسين بن علي يبدو أنهم يبيتون أمرا في السر. وهل ثم سوى الرسائل التي ما زالوا يرسلونها إلى حسين وهو لا يرد عليهم؟ قلت لك لا أدري، ولكن يبدو أن الأمل عاودهم بعد أن سمعوا امتناعه عن مبايعة يزيد. ما الجديد في الأمر؟ ما الجديد؟ ما تقوله يعرفه حتى الأطفال هنا. لا تقلق، سأعرف ما يبيته سليمان بن سرد ومن معه. يا أمير المؤمنين، أنت تعرف أننا أبعد الناس عن شك عصا المسلمين، ولكن أنت بما فعلته خرجت عن سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. فإن قلت إنك اجتهدت في هذا الأمر، فهل كان اجتهادك بإسناد الأمر إلى غير ولدك؟ والله إن صارت سنة من بعدك ليكونن بها شر عظيم على المسلمين. فأنتم إذن تعترضون على يزيد بن معاوية لا على فكرة تعيين خليفة للمسلمين من بعدي. أما عن تعيينك خليفة للمسلمين من بعدك، والله إن كان فيه حفظ الناس من الفتنة فهو خير،
على أن يجتمع عليه المسلمون، وإلا فأي فائدة من ذلك؟ أما قولك بأننا نعترض على يزيد بن معاوية فليس الأمر هكذا. ما يزيد إلا رجل من المسلمين الله أعلم به، ولكنه ولدك أولا، وفي هذا توريث نخشى أن يصير سنة من بعدك. وثانيا، في المسلمين من هو أحق من يزيد في هذا الأمر؟ وماذا إن اجتمع المسلمون على يزيد؟ إن اجتمع المسلمون على يزيد فما أنا إلا واحد منهم. فبايعني إذن يا ابن عمر، فقد اجتمع الناس على يزيد ولم يبقى إلا أنت وأبناء عمومتك الحسين وعبد الرحمن وابن الزبير. اعذرني يا أمير المؤمنين، أما وأنت حي أطال الله بقاءك فلن أبايع لأحد، فلا تجوز بيعتان لخليفتين. فإن استرد الله أمانته يا ابن عمر، هل أنت مبايع يزيد؟ كما قلت لك يا أمير المؤمنين، ما أنا إلا واحد من المسلمين، فإن اجتمعوا على يزيد لم أخرج عما اجتمعوا عليه. أما وأنت حي فلن أبايع أحدا. أفيرضيك يا عبد الرحمن أن تخرج على ما اتفق عليه المسلمون؟ التفرق في الحق خير من الاجتماع على الباطل. أتسمي حقن دماء المسلمين يا عبد الرحمن باطل؟ أتسمي وأد الفتنة ومنع المسلم أن يقتل أخاه المسلم باطلة؟ وأن يترصد المسلمون بعضهم بعضا ويتركون أعداءهم يعتدون على أراضيهم باطلة؟ لا يا عبد الرحمن، دعك من يزيد، أعطني واحدا من المسلمين يجتمع عليه الناس ولا يختلفون عليه من بعدي، وأنا الآن أبيعه بنفسي. ليس يراد منك ذلك، جزاك الله على رغبتك في حقن دماء المسلمين، ولكن أمر مبايعة خليفة من بعدك ليس من مسؤوليتك، فدعه للمسلمين، وفيهم من لا يقل عنك اجتهادا، وفيهم من هو أولى من يزيد ولدك بهذا الأمر. وسوى ذلك؟ سوى ذلك لن أبايع يزيدا خليفة لا في حياتك ولا بعد ذلك، هذا ما عندي. أمثلك يخرج عن بيعة يا ابن الزبير أجمع الناس عليها؟ يا أمير المؤمنين، لا يجوز مبايعة اثنين في آن واحد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان في الأرض خليفتان فاقتلوا أحدهما، وإن كنت تريد أن تجعل من يزيد خليفة للمسلمين تنحى أنت عن الإمارة ثم ضعه بدلا منك ونحن نبايعه، وأنا أول المبايعين، حينها يكون هو الخليفة الأوحد، والأهم أننا بهذا لا نكون قد خرجنا على سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.